هذا أحد المباني التي تم تدميره على يد أبطال الجيش السوري الحر، طبعا في حاجز الزلاقيات. حاجز الزلاقيات محاصر الآن من قبل أبطال الجيش السوري الحر. هذا البناء تم تدميره بقذائف الهاون. الأضرار واضحة جدا في هذا البناء. هذا البناء تم تدميره من قبل أبطال الجيش السوري الحر خلال استهدافاتهم بقذائف الهاون لهذا الحاجز الواقع في ريف حماة الشمالي 7/9/2013. هذه بعض الأضرار التي استطعنا أن نرصدها من خلال التصوير. حاجز الزلاقيات بريف حماة الشمالي. طبعا هذا البناء كانت تتحصن فيه المرتزقة والشبيحة التابعة لعصابات بشار الأسد. هذا هو حاجز الزلاقيات. طبعا هذا الدخان بمحيط الحاجز.